مفاجأة؟ أنا بالنسبة لي لا، ما هو مفاجأة، لأن الضمك ممكن على المستوى، يمكن آخر أربع جولات شفناه المستوى هبط، لأنه له مع الصاعدين مع اللي هو في الترتيب المقدم، وله الهدف اللي كان راسمه حقق الباطن، كان أكيد يسعى المباراة بشكل كبير، وخاصة المباراة بتكون صعبة. لكن تحسب كابتن للباطن أنك دائما تتأخر بهدف وترجع للمباراة، ومباراة دائما مضغوطة في ما بين أرضك وجماهيرك، ويمكن شفنا الهدفين جت من الكرات الثابته، هي ضربه جزاء والكره الثابته اللي من العرضيه اللي صنع منها الهدف. لخبط الدوري الباطن، لخبط الدوري كثير تحت اكيد تحت.